مواطن وضعف لديك وين دبليو داير وين فريال ماجيك بولينج يور اون ستراتيجيز. يمكنك ان تحقق حلمك. كتاب اكثر مبيع، تم بيع اكثر من 6 ملايين نسخة منه. تهرب من التفكير السلبي وهيمن على حياتك. Manifest your destiny. The 9 spiritual principles for getting everything you want. الفصل الأول، كن مسؤولا عن نفسك. الثاني، الحب الأول. الثالث، لست في حاجة لاستحسان الآخرين. الرابع، التحرر من قيود الماضي. الخامس، مشاعر وحاسيس لا تقع من ورائها، الشعور بالذنب والقلق. الفصل السادس، استكشاف المجهول. السابع، كسر حاجز التقاليد. الثامن، قصيدة العدل. التاسع، ضع حدا للتسويف الآن. العاشر، أعلن استقلالك. الـ11، وداعا للغضب. الـ12، صورة الإنسان قد استأصل كل مواطن ضعف. جوهر العظمة يكمن في قدرتك على أن تؤثر تحقيق ذاتك في ظروف يؤثر فيها الآخرون. الجنون، ليست هناك قواعد وقوانين أو تقاليد واجبة التنفيذ في جميع الأحوال، وهذا من بينها. إن سعي وراء تحقيق العدل شيء جيد، ولكن يجب أن تضع في اعتبارك أن العالم بأسره يفتقر إلى العدل. فلا تجعل فشلك في تحقيق العدل يصيبك بالشعور بالذنب أو يعيقك عن أكمال حياتك. إن تأجيل المهام لا يكلفك نقطة عرق واحدة. في أي علاقة يصبح فيها الاثنين واحد، تكون النتيجة النهائية أن نجد نصفين من البشر. إن ترياق الغضب الوحيد هو أن تتخلص من هذه العبارة التي تحملها في نفسك. لو كنت فقط تشبهني أكثر من ذلك. إنهم مشغولون بأنفسهم لدرجة أنهم لا يرون ماذا يفعل جيرانهم. إذا كنت تعاني بسبب الشعور بالذنب أو القلق وتجد نفسك تنزلق بلا وعي في الأنماط السلوكية القديمة نفسها المدمرة للذات، فأنت لديك مواطن ضعف، وهي تلك الجوانب التي ينطوي عليها توجهك في الحياة والتي تعتبر بمثابة عقبات على طريق نجاحك وسعادتك. فيستطيع دكتور وين مساعدتك على التحرر من هذا الشرك الآن. وإذا كنت تعتقد أنك عاجز على التحكم في مشاعرك وردود أفعالك، فإن الدكتور داير يوضح لك الطريقة التي تستطيع من خلالها أن تتولى مسؤوليتك تجاه نفسك وأن تقلل من حد التأثير المواقف الصعبة عليك. وإذا كنت تقضي وقت في القلق والخوف وما يعتقد الآخرون فيك بدلا من أن تسعى إلى تحقيق ما ترغب فيه وما أنت في حاجة إليه، فإن الدكتور داير يضع قدمك على الطريق الذي يحقق لك الاعتماد الحقيقي على الذات بدلا من مشكلات صورة الذات إلى الاعتماد المفرط على الآخرين. كما أن دكتور داير يزودك بالوسائل التي تحتاجها لتحقق لنفسك أعلى درجة من الاستمتاع بالحياة. فقط من يشعر بعدم الأمان هو الذي يناضل من أجل الأمان. مواطن الضعف لديك، دكتور واين دبليو داير.